والاستثمارات المالية واختبارات الضغط الدورية والعمل المستمر الدؤوب لتحسين مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، وكل ذلك في إطار المساعي المتواصلة لبنك الكويت المركزي للحد من المخاطر النظامية. وقبل ذلك أرى من المناسب أن أتحدث بإيجاز عن الدور الأساسي الذي تمارسه البنوك المركزية في شتى دول العالم، وأقصد في ذلك السياسة النقدية كاختصاص حصري للبنوك المركزية دون سواها. وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على أن السياسة النقدية ترتبط لزوما بالمستوى العام للأسعار،